مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص. أحبتنا، تتمتع المملكة العربية السعودية بشبكة اتصالات متقدمة جدا، أهلتها لأن تكون متقدمة على مستوى العالم في شبكات الاتصال. تتطور هذه الشبكة في كل عام وتزداد إمكانياتها الضخمة لتقدم خدماتها النوعية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وتتضح جليا إمكانيات هذه الشبكة في موسم الحج حيث يزداد الطلب على الاتصالات. مشاهدينا، للحديث أكثر عن الاتصالات وتقنية المعلومات يسرني أن يكون معي معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس. حياك الله معالي الدكتور. أهلا وسهلا وحياكم الله مشاهدينا الكرام. هيئة الاتصالات تدير واحدة من أكبر شبكات الاتصال في العالم وأكثرها تطورا. لو تكلمنا في البداية عن خططكم في هيئة الاتصالات على مستوى المملكة في العموم لتقديم خدمة نوعية مع شركائكم وأذرعكم التنفيذية في الميدان. نعم، انطلاقا من مسؤولية الهيئة، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبدعم حقيقة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الكريم الأمير محمد بن سلمان يحفظهم الله، وبإشراف مباشر من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة كبقية الجهات الحكومية الأخرى حقيقة تبدأ باستعداد مبكر لخدمة ضيوف الرحمة. ممتاز. والحقيقة هي تعمل من منطلق مهم جدا، وهو أن الاتصالات تلعب دور كبير جدا حقيقة في تقديم الخدمات للمشتركين أولا ضيوف الرحمن، وكذلك أيضا البنية التحتية اللازمة لكل الجهات الحكومية وغير الحكومية في أن تقوم خدماتها على أساس كبير جدا ومتطور من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. جميل. فالحقيقة الهيئة في هذا السبيل حقيقة تقوم باستعدادات كبيرة جدا تنطلق من أربعة محاور أساسية. المحور الأول وهو أن تضمن بمراجعة دقيقة جدا للخطط التشغيلية لمزود الخدمة شركات الاتصالات وتقنية المعلومات. مطلوب منهم أن يقدموا خطط تشغيلية واضحة تقوم الهيئة بمراجعتها عن كثب حتى تتأكد من أن البنية التحتية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات تتجاوب مع العدد الهائل في الموعد المحدد وفي المكان المحدد. هذا الحقيقة من أهم المحاور الرئيسية. المحور الثاني هو أن جودة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات طبعا من الأساس، فهناك فرق تفتيش ممتاز تقوم بعملها حتى تقوم بقياسات ميدانية بمؤشرات محددة نضمن فيها أن تكون جودة الخدمات على أرقى مستوى، وهذه المؤشرات تصدر يوميا من الفرق المعنية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتراجع مع مقر الهيئة في الرياض وتتابع بصورة دقيقة جدا. الأمر الثالث حقيقة وهو أمر مهم جدا فني لكن لا يلمسه الحقيقة المشاهد الكريم لكنه في غاية الدقة، وهو أن هناك فرق متخصصة فنية تقوم بالتأكد من أن قنوات المخصصة، القنوات الترددية المخصصة لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات أنها مراعاة وألا تتجاوز في استخدامها لمستخدمين آخرين، وكذلك الجهات الحكومية الأخرى المخصصة لها ترددات يجب أن تراعيها، ولهذا تقوم فرق الهيئة بعمل قياسات والتأكد ما يكون هناك الهدف منها لا يكون هناك تداخل ما بين شركات الاتصالات مع بعضها البعض أو ما بين شركات الاتصالات وبقية الجهات المستفيدة من استخدام هذه القنوات الترددية. والعنصر الرابع الحقيقة هو المواءمة ودعم الجهات الحكومية بالتنسيق بينها خاصة الجهات الأمنية ودعمها فيما يتعلق بإعطاء الخدمات المباشرة والتنسيق وتذليل صعوبات مزود الخدمة أيضا شركات الاتصالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية. جميل معالي المحافظ، هناك فرق تفتيش ذكرتموها تقوم ميدانيا أثناء الموسم، لكن لو عدنا إلى بداية الموسم منذ أن تطأ أرض الحاج، المملكة العربية السعودية أول ما يصدر أو ما يفكر فيه هو التواصل مع أهله. صحيح. هناك نقاط لتقديم الخدمة داخل المطارات وداخل المنافذ. نعم. كيف تتأكد
من جودة هذه الخدمة؟ كيف أيضا يعني تجتمعون مع مزودي الخدمة للمباحثة معهم في كيفية تقديم هذه الخدمات؟ صحيح. نعم، هذا أيضا واحد مهم، محور مهم جدا، وهو أن تقديم الخدمات يتم الحقيقة للمشتركين، يجب أن يتم بصورة حضارية مناسبة لسمعة المملكة العربية السعودية. فنقاط البيع الموجودة في جميع منافذ المملكة، سواء كانت البرية أو الجوية أو البحرية، موجود فيها مزود الخدمة أولا بأول. الحاج عند وصوله أي منفذ هذه المنافذ، جميل، يجب أن تكون شركات الاتصالات جاهزة لتقديم خدماتها للمشتركين، لا يكون هناك ازدحام، أن تقدم بكل سهولة ويسر، و
مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا بعد هذا الفاصل، ولازلنا في لقائنا الخاص مع معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس. حياك الله معالي المحافظ مرة أخرى. أهلا وسهلا. كنت سألتك قبل الفاصل عن الجيل الخامس وتمكينه هذا العام في موسم الحج، لكم جهود كبيرة في هذا الموضوع، والجيل الخامس يعني أمر جدا متطور، وتكلمنا عن هالجهود اللي تبذلونها لتمكين الجيل الخامس. نعم، حقيقة جزء من مراجعتنا وتطويرنا حقيقة بالتنسيق مع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات هو البنية التحتية، وشبكة الاتصالات المتنقلة هي إحدى الشبكات المهمة جدا التي يكون تطويرها أول بأول، لأنها تمس حقيقة الحاج بصورة لصيقة جدا، لأنه يعني الخدمات الاتصالات المتنقلة يعني كل يستشارها وخاصة صحيح. الحاج صحيح. فالجزء من البنية التحتية هو الجيل الرابع طبعا وتطويره، يعني الجيل الرابع لازال قائم في بعض الدول حقيقة، يعني يمكن ما انتشر إلا مؤخرا، لكن في المملكة العربية السعودية يعني مغطات ولله الحمد بأكثر من 90% من الجيل الرابع. وكل مرة الحقيقة نزيد شبكات نزيد في سعة شبكات الاتصالات، سرعة الانترنت، وعدد الأبراج التي يجب أن تكون موجودة. ففي هذه السنة يعني الأبراج أصبحت أكثر من 13,000 برج يخدم الجيل الرابع، وبزيادة أكثر من 10%، كذلك السعات المخصصة للشبكات بشكل عام. الجيل الخامس الحقيقة يعني بدأنا فيه من العام الماضي بصورة مبدئية، لكن هذه السنة أصبح موجود 37 برج يخدم خدمات الجيل الخامس، حتى يكون إن شاء الله جاهزاً للاستخدام في أي وقت موقع يكون فيه انتشار إن شاء الله أو للجيل الخامس، وتؤهية تكون هذه الأجهزة المتنقلة موجودة عند المستخدم للجيل الخامس في إن شاء الله في المواسم القادمة. أما نحن بدأنا الآن بفعلاً أن تكون شبكات الجيل الخامس أو أبراج الجيل الخامس منتشرة، ومن ضمنها طبعا بشكل عام الآن في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. جميل، بما أنك تتكلم عن هالمنطقة، في موسم الحج تتضاعف الخدمات وتتضاعف أرقام الطلب أيضا. نعم. يعني الاتصالات من المشاعر المقدسة تقفز الأرقام كبيرة جدا. نعم. هل هناك دعم معين لهذه المنطقة تحديدا عرفات ومينا ومزدلفة وحول المنطقة المركزية في الحرم بأبراج في فترة الموسم طبعاً. لدعم البنية التحتية ولضمان عدم يعني فقدان الاتصالات أو عدم ارتباك في الشبكة؟ يعني حقيقة قضية خطة الطوارئ موجودة عندنا في الموسم بسبب ما تفضلت، ممكن يكون لا سمح الله أن يحدث أي طارئ معين سواء كان من عوامل جوية أو غيرها لا سمح الله، فعندنا خطة الطوارئ مع تنسيق مع مزود الخدمة لأي حادث يحدث. خطة الطوارئ ممكن تكون عدد الحجاج يتضاعف إلى شيء حقيقة رغم من أننا نرصده أول بأول، لكن ممكن يكون أي شيء معين زيادة، تكون خطة تشغيلية والخطة الطوارئ موجودة لمقابلة هذا الطلب الكبير زي ما تفضلت. الحقيقة الأعداد أصبحت يعني تزداد من عام إلى آخر، وشركات الاتصالات حقيقة في هذه المنطقة أصبحت لديها شبكات يعني ولله الحمد حقيقة بالتنسيق مع أمارة منطقة مكة المكرمة والعاصمة أمانة العاصمة المقدسة وعدد من الجهات الأخرى بأن تكون هذه الشبكة موجودة، وشركات الاتصالات تبذل حقيقة الغالي والنفيس حقيقة من استثماراتها في هذه المنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية بأن تكون هذه الشبكة يعني تلبي العدد المطلوب ليس فقط في أبراج الاتصالات ولكن أيضا حتى في البنية التحتية الأخرى المتعلقة ب شبكة الفايبر أوبتكس أو الألياف البصرية، مراكز الاتصال، نقاط البيع، نقاط الوصول نسميها، كل هذه الأمور حقيقة يعني يكون فيها تطوير ومتابعة بأن تلبي كل هذا العدد الكبير من الحجاج وضيوف الرحمة. إذا سمحت لي معالي المحافظ، هناك إحصائية أصدرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لموسم حج العام الماضي. نعم. أكثر من 439 مليون مكالمة هاتفية دولية ومحلية كانت من يوم الأول من ذي الحجة حتى 13 من ذي الحجة. نعم. فقط في مكة المكرمة، في المدينة المنورة رقم مقارب لهذا الرقم.
هذه الأرقام الفلكية تحتاج إلى استعدادات يعني داخل المشاعر المقدسة بخلاف المدن. سؤالي، هل تتأثر الشبكة خارج المشاعر المقدسة بحجم الطلب اللي داخل المشاعر المقدسة؟ يعني ممكن أنه يكون في تعطل في شبكة في الطائف أو في المناطق المحيطة بمكة المكرمة لدعم شبكة المشاعر المقدسة؟ لا أبدا، يعني من المبادئ الأساسية في عند تصميم شبكات الاتصالات أن تكون هناك شبكة قادرة على أن تستحمل أوسعات محددة، تستحمل الأعداد الموجودة، الأعداد الموجودة في أي منطقة معينة دون أن تؤثر على الشبكات في المواقع الأخرى. هذه من المبادئ الأساسية الهندسية التي تراعى عند تصميم شبكات الاتصالات، فهذا الأمر يؤخذ بعين الاعتبار ولا يمكن أن يحدث هناك خطط طوارئ فيه لا سمح الله تعطل أي شيء معين، حتى هناك أبراج متنقلة، هناك أبراج متنقلة نعم تستخدم فيه أيضا نسميها مسارات أخرى بديلة يجب أن تكون موجودة عن المسار اللي يتعطل. فكل هذه جزء مرة أخرى كما ذكرت في الخطة التشغيلية وكذلك خطة الطوارئ الموجودة. من الأمور الحقيقة اللي أصبحت الآن يعني رأيناها الحقيقة في شهدها الحاج والمقيم والمواطن، سرعة الإنترنت الآن عن العام الماضي أصبحت 3 أضعاف فقط عن العام الماضي، ومن المؤشرات اللي أيضا ثلاثة أضعاف يعني الآن في مكة المكرمة أكثر من 46 ميجابتس بير سكند، بزيادة عن العام الماضي بما يقارب 82%. من أين أتت هذه الزيادة؟ أتت مرة أخرى من تخصيص قنوات ترددية لمزود الخدمة. يعني جميل. الهيئة الحقيقة المملكة العربية السعودية حقيقة يعني أصبحت ثاني دولة، وهذا أعلناه يعني قريبا، ثاني أعلى دولة في ترتيب دول 20 من حيث تخصيص طيف ترددي لخدمات الاتصالات. ممتاز. يعني قبل 3 سنوات كنا 260 ميجا هرتز، السنة هذه وصل إلى 1110 ميجا هرتز. هذا القفز الكبيرة جدا لاقاها زيادة في سرعة الإنترنت وعدد المكالمات وجودة خدمة متميزة. هذا الحقيقة نسعى إليه، يعني عندما تطالب الهيئة بطيف ترددي يكون الحقيقة المقابل له هي زيادة في سرعة الإنترنت وساعات اتصالات راقية وخدمات يعني المساء إن شاء الله كل من يأتي للمملكة العربية السعودية. مع هذه القفزة اسمح لي أذكر بعض الأرقام لاستهلاك البيانات أيضا في موسم الحج العام الماضي، أكثر من 30 ألف تيرابايت استهلكت في مكة المكرمة فقط. بالضبط، يعني هذه اللي نقول عليها سرعة أو سعة اللي يجب أن تتحملها شبكات الاتصالات. هذا العدد من السعة من البيانات المتداولة عدد يعني فلكي جدا، حتى الاتحاد الدولي للاتصالات يعني عندما يسمع بهذه الأرقام الحقيقة يصاب بالذهول، لأنه الحقيقة الدول اللي تعتمد على السياحة مثلا تجابي مثل هذه الأمور في منطقة المواسم. بالضبط، وهذه الأرقام تقارن بالدول التي تعتمد على السياحة. نحن عندما نقدم مثل هذه الأرقام في المؤتمرات وكذلك شركات الاتصالات عندما تقدمها في مثل هذه المؤتمرات وتقول أن صار بهذا الشكل يشار إليها بالبنان، ونحن في الاتحاد الدولي للاتصالات عندما نقدم كلمة المملكة العربية السعودية في مثل هذه الاجتماعات نشير إلى هذا العدد الفلك الكبير، لأنه الحقيقة يتم في وقت قصير جداً أقل من المواسم اللي محددة للسياحة. مثلا في دولة معينة عندها 3 أشهر، نحن في أيام نقدم مثل هذا مثل هذه الساعات بالضبط في 13 يوم كبير جدا في 13 يوم. مع المحافظ يعني الاتصالات تطورت، لم تعد مكالمة، صحيح. أصبحت تطبيقات، أصبحت وسائل تواصل اجتماعي تحتاج إلى خدمة جيدة وخدمة سريعة، صحيح. يعني فئة كبيرة من الحجاج يتواصلون من خلال الاتصال المرئي، من خلال بعض التطبيقات، ويحتاجون لمثل هذه الخدمات. نعم. وهذا التميز سجل لكم في الأخير، وهذا ما نسعى إليه الحقيقة. يعني من أنا تكلمت في البداية عن مراقبة جودة الخدمة، هناك مؤشرات محددة ترسل يوميا لمقر الهيئة في الرياض من قبل الجهات، من قبل الفرق الميدانية تقوم فرق الهيئة الميدانية. نعم. ترسل إلى الرياض وتتابع قوة الإشارة،
سرعة البيانات سواء كانت بالرفع أو بالتنزيل، نسميه تايم ديلي أو الفارق الوقت التأخير، وعدد من المؤشرات الهندسية الدقيقة التي نتابعها أول بأول، ونسعى إلى أن نوصلها لمزود الخدمة لو كان فيها شيء من القصور لا سمح الله. فهذه الأمور يعني هذه من الأمور الجهود اللي تقوم بها الفرق الميدانية لهيئة الاتصالات. ولكم أيضا تواجد في غرفة العمليات المركز الأمني 911 أيضا ضمن مجموعة من الجهات اللي أيضا تقومون بالتعاون والتكامل فيما بينكم لتقديم خدمة. هنتحدث عنها معالي المحافظ، لكن بعد ما نتوقف مع فاصل قصير إذا سمحت لنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود ونواصل هذا الحديث، كونوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص، ولازلنا فيها نتحدث مع معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس. حياك الله معالي الدكتور مرة أخرى. كنا نتحدث عن غرفة العمليات المشتركة في مركز العمليات الأمني 911 وجهودكم في هذا المركز مع بقية الجهات الحكومية لتتكاملون في تقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن. نعم، حقيقة هذه تأتي كمثال على أن الهيئة تسعى حقيقة بجد على أن تفعل قطاع الاتصالات تقنية المعلومات لخدمة ضيوف الرحمن، وكذلك خدمة الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن. جميل. كما نعرف يعني الجهات الحكومية وغيرها الحقيقة بدون بنية تحتية قوية من شبكات الاتصالات لا تستطيع أن تقدم دورها المطلوب منها حقيقة، وكلنا نستشعر هذا الكلام. فهذا الحقيقة أول أمر مهم جدا نقوم بالإضافة إلى ذلك حقيقة نقوم بجهود أخرى أقل من 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 هذه البنية التحتية اللي قد لا يلمسها المستخدم العادي. فهناك جهود تنسيقية مع الجهات الأمنية، ومن ضمنها زي ما تفضلت مركز التابع للدفاع المدني. هناك منسوبي هيئة موجودين في هذا المركز يقدمون الدعم اللازم للزملاء هناك في المركز عندما يكون لا سمح الله حادث بسيط طارئ، فشل في كيبل أو خدمة توقفت في منطقة معينة، على طول منسوب الهيئة موجودين في المركز ينسقون مع مزود الخدمة أول بأول، وتعالج القضية من بدايتها حتى لا ينتظر أن ترسل رسائل معينة وغيرها. فمنسوبي الهيئة موجودين في المركز هذا طوال 24 ساعة لتقديم مثل هذه الخدمات. أيضا الهيئة الحقيقة تقدم خدمات مهمة جدا في التصور بطلب من الجهات الأمنية خاصة، وهي الرسائل التوعوية والتحذيرية لحالة طوارئ معينة، وتقدم العام الماضي وصلنا إلى أكثر من 45 مليون رسالة نصية توعوية وتحذيرية. هذا العدد يتزايد من سنة إلى أخرى، يلمسها المواطن والحاج والمقيم بلغات مختلفة أعتقد. نعم، يعني الحقيقة أن هذه الرسائل تقدم لكل الناس في حال لا سمح الله والأمور زحام شديد أو توجيه أنه الخروج بعد الظهر غير مستحب أو في ساعة بالضبط. النهار من نعم، هي الحقيقة طلبات تأتي من الجهات المعنية سواء كانت أمنية أو غيرها، تصاغ من قبلهم، ونسعى مع مزود الخدمة مشكورين حقيقة بأن يقدموا هذه الرسائل النصية طبعا بدون مقابل للجهات الحكومية. كل هذا الحقيقة يأتي، وهناك طلبات من لجنة الحج المركزية التي يرأسها سمو أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين، تبلغ لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أولا بأول. جميل. ونتواصل مع مزود الخدمة حتى نضمن أن تكون هذه الطلبات تلبى من بدايتها. وأيضا أحد منسوب الهيئة موجود عضوا في لجنة الحج المركزية، بحيث أنه في أي طلبات معينة مستعجلة تكون أيضا موجودة. ليس هذا فقط، بل أن إصلاح تقنية المعلومات ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة لها وجود في منطقة المشاعر. ممتاز. وجودها في منطقة المشاعر هو لدعم كل الجهات الحكومية، موجودة كمقر، لها مقر دائم كل سنة موجود. ولجنة الحج المركزية مشكورة حقيقة، يعني قدمت هذا المقر للهيئة استشعارا منها بدور الهيئة في دعم كل الجهات الحكومية وتسهيل مهمة أيضا مزود الخدمات، خدمات الاتصالات.
تنسيق مع الجهات الأمنية حتى يقوم المختصين في شركات الاتصالات بدورهم من ناحية الصيانة والتشغيل أولا بأول ولا تعطل حقائق مهماتهم. فهذا الحقيقة أيضا من الأدوار المهمة التي تقدمها هيئة الاتصالات تقنية المعلومات. ومستوى التنسيق العالي هذا يثمر بنتائج إيجابية في كل المجالات. لا شك حقيقة يعني وجود مقر للهيئة في المشاعر المقدسة سهل بشكل كبير جدا مهمة الهيئة، وكذلك وجود ممثل في لجنة الحج المركزية، هذا كله حقيقة صحيح. استشعار من القيادة بدور الهيئة في هذا السبيل. المملكة العربية السعودية يعني أعلنت عن رؤيتها الطموحة 2030، وهيئة الاتصالات واحدة من الهيئات التي قدمت مبادرتها لتطوير هذا القطاع. لو تحدثنا عن أهم مبادراتكم، وهي كلها مهمة، ولكن الأبرز الذي بدأ تنفيذه من خلال بعض البرامج وخاصة التحول الوطني. نعم، في برنامج التحول الوطني حقيقة هناك مبادرات واضحة وضعت من البداية. المبادرة الأولى هو إخلاء الطيف الترددي وتخصيصه لمزودي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات حتى تقدم زي ما ذكرنا سابقا خدمات ما تتعلق بسرعة الإنترنت. فهذه مبادرة مهمة جدا، أقول الحمد لله وبكل سرور أن هيئة الاتصالات ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أنهوا هذه المبادرة اللي كان المفروض أن تكون 2020، أنهيناها والحمد لله بالكامل. الآن أصبح 1110 ميجا هرتز موجود قبل التاريخ المحدد وهذا حقيقة يعني ولله الحمد تمكننا أيضا بجهود حقيقة وبدعم لا محدود من سمو سيدي ولي العهد بصفته وزير الدفاع، لأن هناك بعض الجهات الأمنية والعسكرية التي لديها هذه الترددات، وبتعاون حقيقة مثمر تم تخصيص هذه الترددات لاستخدامات. الأمر الآخر الذي معني فيه في برنامج التحول هو نشر خدمات الفايبر أوبتكس أو الألياف البصرية في مناطق السكنية، المناطق المدن، وكذلك في مناطق الحجر والقرى خارج المدن الكبيرة. هذا مشروع كبير جدا بدأنا فيه بالتعاون مع مشترك بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة ومزود الخدمة. أصبحوا الآن هناك 3 شركات مزود الخدمة تقوم بنشر الألياف البصرية في مناطق المملكة، كل شركة لها موقع معين، وحتى الآن وصلوا إلى أكثر من 1,000,000 بيت ساكن وفر له خدمات الألياف البصرية. والخطة إن شاء الله مستمرة حتى نهاية هذا البرنامج بأن ننتهي إن شاء الله إلى عدد كبير جدا ترتفع فيه المملكة العربية السعودية من 23% من المناطق التي تقدم فيها خدمات الألياف البصرية إلى ما يقارب 65% من المملكة. فهذا الحقيقة يعني برنامج ومبادرات قائمة وتتابع من قبل معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أولا بأول بإذن الله. فرقكم الميدانية، فرق فنية، فرق ميدانية، كلهم من الشباب السعودي المؤهل والمدرب. متى يبدأون التواجد في المشاعر المقدسة؟ متى تنتهي مهمة عملهم هناك؟ وهل فقط في المشاعر ومكة والمدينة، أم أيضا يتواجدون على طول المسار الذي يسير فيه الحجاج جدة والطرق السريعة الرابطة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة؟ هناك فرق عديدة الحقيقة يعني وضعتها لها. هذه الفرق الحقيقة تعمل قبل موسم الحج، ومن الفرق المعنية الكبيرة خاصة في موسم الحج هي الفرقة التي تتحدثت عنها، وهي مراقبة الطيف الترددي وضمان عدم وجود تداخلات ما بين المستخدمين سواء كانت مزود الخدمة أو الجهات الحكومية. هذه الحقيقة تقوم بفرق فنية تستخدم أفضل الأجهزة وأفضل البرامج التي وضعها الجهات المعنية في الاتصالات تقنية المعلومات على مستوى العالم. هذه فرق تعمل حقيقة على مدار الساعة بسيارات معنية متخصصة تراقب الطيف الترددي على مستوى المملكة العربية السعودية وخاصة في المشاعر وغيرها. هذا الفرق. هناك فرق تفتيش أيضا تذهب إلى شركات الاتصالات لضمان أن الخطة التشغيلية في تنفيذها مراعاة كل الجوانب التي تغطيها. هذه لا يلاحظها الشخص المستلزم، لكن هذه فرق التفتيش تقوم بدورها حقيقة. يمكن يلاحظها في الخدمة بس. بالضبط. هذا هو. وهناك فرق أخرى، فرقة ثالثة هي تقوم بقياس
جودة الخدمات، وهذه أيضا جميل. يستشعرها المواطن والمقيم. جميل. كل هذه الحقيقة تعمل بدورها من قبل بداية الموسم حتى نهاية الموسم. مع المحافظ احنا يعني وصلنا لنهاية هذا اللقاء، ولكن اسمح لي قبل أن أختم، الأحلام والتطلعات كبيرة والتحديات أكبر، أهم التحديات التي تواجهونها في موسم الحج وتسعون إلى التغلب عليها وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن؟ كل مرة الحقيقة نستعرض الدروس المستفادة في كل موسم، ونرصد الحقيقة بعض الأمور التي يجب أن نراعيها. لازلنا نتطلع إلى أننا بإذن الله يعني نسعى جاهدين لزيادة سرعات الإنترنت أكثر من هذه الأرقام اللي وصلنا إليها، وهذا إن شاء الله وعد منا بما قدمناه من طيف ترددي لمزود الخدمة، ونسعى إلى أن نتابع مع مزود الخدمة بأن تكون سرعات الإنترنت أكثر من هذا، ونسعى إليه إن شاء الله في القريب العاجل، ونقول إن شاء الله هذه أول أمر حقيقة نسعى إليه. الأمر الآخر هو التقنيات الجديدة، أي تقنيات جديدة تحدث في العالم كله يجب أن تكون موجودة، ومثال عليها الجيل الخامس. الجيل الخامس إن شاء الله في حج العام القادم ستكون خدمة المساء كل مواطن وكل حاج بإذن تعالى إذا توفرت الأجهزة التي تعمل على ذلك. هناك أيضا خدمات حقيقة يعني هو ارتقاء بأساليب تقديم الخدمة، لازلنا الحقيقة نسعى أن تكون أساليب أكثر ارتقاء، يعني نقاط البيع الموجودة في المنافذ يجب أن تكون بأسلوب حقيقة لازلنا نسعى أن تكون أحسن من هذا الوضع حقيقة. حقوق المشتركين يجب أن تكون واضحة عند نقاط البيع هذه، بحيث المشترك يعرف تماما حقوقه ويطالب، وتكون هناك رقابة لصيقة فيما لو أخلت لا سمح الله أحد مزود الخدمة بهذه الحقوق، الحاج المستخدم يعلم عنها من أول بأول ويوصل الأمر إلى الجهة المسؤولة في الهيئة. كل التوفيق لكم معالي المحافظ، شكرا جزيلا لوقتك، شكرا لما خصصته لنا في هذا اللقاء. أهلا وسهلا، وإن شاء الله آمل تكون هذه المعلومات مفيدة للمشاهد، وإن شاء الله تقدم تضفي جهود المملكة العربية السعودية لما يقدم لضيوف الرحمن بإذن الله. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص، كان معكم فيها معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس. إلى لقاء آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.